امتثالا للأوامر الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تشارك قوة دفاع البحرين في مهمة الإغاثة الإنسانية عملية سواعد الغيث في جمهورية تركيا الشقيقة، ممثلة في فريق بحث وإنقاذ من الحرس الملكي بمتابعة سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. وكان سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مقدمة مودعي ضباط وأفراد فريق البحث والإنقاذ قبل مغادرتهم البلاد، متوجهين إلى جمهورية تركيا بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة مساء أمس. السلام عليكم يا رجال. يشرفنا اليوم في هذا الليل أن نلتقي بصفوة من الرجال اللي يشرفني، لازم تعرفون هذا الشيء. الخدمة معاكم والقيادة بهذه الوحدة وعشرتنا مع بعض اللي بنيناها في السلم وفي الحرب، وما في شك ولا عندي ذرة شك بنوعكم وبسواعدكم أنكم أنتم خير عون، وبإذن الله منصورين، وبإذن الله راح ترفعون علم مملكة البحرين كما عودتونا. إحنا اليوم انخلقنا لهذه المحن وانخلقنا لهذه الأنواع من الامتحانات، ولله الحمد انحطينا في هذه الامتحانات والله قدرنا وظهرنا منها منصورين. فاليوم لا غرابة عليكم، انتوا اليوم مهمتكم مختلفة تماما، المهمة واضحة سلمت إلى قادتكم ووصلتكم، لكن التذكير أنتوا اليوم ساعد من هذه السواعد اللي تقوم بالمساعدة والبحث والإنقاذ، فإن شاء الله أنكم أنتوا خير من يروح لإخواننا المحتاجين للقيام بهذه المهمة في أتم وجه. راح نتابع معاكم وراح نباشر كل التعليمات وراح نزودكم بكل اللوجستيات اللي انتم بتحتاجونها، لكن قبل ما انهي كلامي اوصل لكم تحيات سيدي صاحب الجلاله قائد الاعلى للقوات المسلحه، يوصل لكم تحياته كابناء له، كابناء هذه المؤسسه اللي انشاها وتعب عليها الى ان وصلت هذه الثمره اللي غرسها من ذاك الوقت. ولا شك نشكر سيدي سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى على تسهيل كل الإجراءات، ونشكر طبعا إتاحة هذه الفرصة لنا كحرس ملكي وخدمات طبية ولوجستية بإتمام هذه المهمة من قبل سيدي معالي القائد العام. فيا شباب، لا أوصيكم علم مملكة البحرين أولا، وقوموا بالمهمة في أتم وجه، وعودونا على اللي احنا متعودين عليه، واحنا ثقتنا في قادتكم وثقة قادتكم من ثقة القادة اللي هم يرؤسونهم مباشرة، هذه كلها تجي من ثقة سيدي جلالة الملك في أبنائه. لا أطيل عليكم، كل اللي أبي أشوفكم تسوونه هو عملكم اليومي، تعطون 100% من جهدكم والله يوفقكم، ساعدوا إخوانكم وخواتكم، قوموا بالواجب وانقذوا قد ما تقدروا من أرواح، وساعدوا وشيلوا. سمينا هذه المهمة سواعد الغيث، وتستمر هذه المهمة إلى أن إن شاء الله نصفي هذا العكر اللي حاصل في تركيا، والله يتقبل شهداء سوريا وتركيا وما يريهم أي مكروه بإذن الله. مشكورين مرة ثانية، أشكركم قبل لا تروحوا، وراح أشكركم عقب ما تنهون هذه المهمة إن شاء الله، وإن شاء الله إنكم أنتوا خير من يمثلنا، نفتخر بكم. ومرة أخرى هذا أكبر فخر لي إني أكون معاكم وقائد لهذه الوحدة ولهذه الصفوة من الرجال. الكلام ما ينتهي،
إذا أنا بتب خلوني أوصف لكم، لكن واصلوا وإن شاء الله نحن نكون معاكم ونلبي كل احتياجاتكم بإذن الله. موفقين يا رجال. وأشار سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى الحرص الدائم من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على المبادرات الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين والمحتاجين في مختلف بقاع العالم. ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، مؤكدا سموه أن الأعمال الإغاثية النبيلة تأتي في إطار تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم. وأوضح سموه أن فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في أتم الجاهزية والاستعداد للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ والوقوف إلى جانب المتضررين والتخفيف من آثار الزلازل التي تتسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات. وتمنى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي لفريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين الذي غادر عبر طيران سلاح الجو الملكي البحريني بأن تتكلل مهامه النبيلة بالنجاح والسداد في إنجاز هذا الواجب الأخوي الإنساني، مشيدا سموه بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. حضر وداع فريق البحث والإنقاذ سعادة السيدة إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية المعتمدة لدى مملكة البحرين، واللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي، والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.